السلام عليكم الإخوان، تحياتي للجميع ومرحبا بكل من يتابعنا داخل الوطن وخارجه. إذا المنتخب الوطني المغربي للسيدات أقل من 17 سنة يتمكنوا أنهم يتأهلوا على حساب المنتخب الجزائري وبنتيجة 8-0، 4 أهداف في مدينة بركان و4 أهداف أخرى في العاصمة الجزائرية. المباراة الأولى تنقلت هنا في المغرب وتلعبت على الساعة 8 مساء في الملعب البلدي البركان. القناة الرياضية كما العادة كانت في الموعد ونقلت المقابلة سواء الجمهور المغربي ولا الجمهور الجزائري اللي أيضا تابع المقابلة على القناة الرياضية. لكن المباراة الثانية بعد أسبوع يوم الجمعة، من يوم الجمعة السلطات الجزائرية قررت والإعلام الجزائري أنهم ما ينقلوش هذه المقابلة تلفزيون. الخسارة ب4-0 هنا في المغرب ربما أثرت عليهم، ولكن اللبؤات ما أثرتش عليهم أنهم ما كيتفرجش فيهم الجمهور المغربي. ربما هناك كاين دعم جماهيري للجزائريات، ولكن اللبؤات لا تسكن في الموعد واكتسحوا المنتخب الجزائري ب4-0 مرة أخرى. والغالب في الأمر أن هاد اللبؤات اللي لعبوا في المغرب لعبوا بتشكيلة ثانية في الجزائر وفازوا بنفس النتيجة 4-0. التعتيم الإعلامي اللي جاء لهذه المقابلة هذه رغم أنها ضمن تصفيات كأس العالم، ما عرفناش الإعلام الجزائري شنو بغى يوصل. كانت هناك مقابلات في الدوري الجزائري تنقلات وعندهم العديد من القنوات، ولكن كان لازم عليهم انهم هذه المقابله هذه على الاقل ينقلوها لانها كتنطوي ضمن اقصائيات كاس العالم، ومن حق الجمهور المغربي ايضا يتابع المقابله. وخصها تدخل الفيفا في هذا الشيء بان المقابلات اللي كتنطوي تحت الفيفا الا ما بغاتش الدوله المستضيفه او الدوله اللي غتلعب فيها، من حق الدوله الاخرى انها تنقل المعدات ديالها وتنقل المقابله. إذا تحياتي للجميع، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنسوناش من اللايك إعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش دائما يلاحظوا شي فيديو ولا شي بث توصلكم انتما الأولين. نتلاقاو في فيديو آخر بث آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.